يقول ما حكم التسويق بالعموله عبر الاونلاين للمساعده على ظهور المنتجات للزبائن في المتجر مع اخذ عموله من التاجر 10% محمد من السعوديه بارك الله فيك انت تقصد السمسره اليس كذلك يعني انت الان ما عندك بضائع انت تسوق لبضائع تاجر من التجار ما فيها باس يعني انت الان شخص مثلا افترض مثال شخص عنده محل بيع الشمغ مثلا الغطار الثياب مثلا قماش وهو يريد من يسوق له، من يروج له، تقوم انت عندك حساب في وسائل التواصل هذه وتضع نماذج لهذه الثياب وتخبر الناس بان هناك محل، فياتي الشخص يشتري عن طريقك كانت الوسيط عن طريقك من هذا المحل وانت تطلب من التاجر 10% ما فيها بأس ولله الحمد ما دام المنتجات مباحه. هذه المنتجات التي تباع ما دام انها مباحه لا باس بذلك